يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبه لكم فنان كوميدي ملوش حل، احمد زكي ذات نفسه قال بنسى نفسي قدامه، لدرجة لما عمل مشهد قال ما صدقتش نفسي وهو بيمثل. على فكرة المخرجين فين من اكتشافه؟ ده ممثل عبقري. تعالوا معايا نتعرف على قصة حياة الفنان الكوميدي يوسف عيد. اتولد فناننا يوسف أحمد عيد في 14 نوفمبر 1948. نشأ في أسرة فقيرة جدا، وهو الولد الوحيد لأبوه وأمه، لكن أبوه صمم إن هو يدخله الأزهر من صغره. ولما دخلوا الأزهر من صغره كان نفسه إن هو يحفظ القرآن ويبقى شيخ وإمام مسجد. لما خلص الثانوية أبوه قال له أنا ما أقدرش إن أنا أدخلك الجامعة لأن الظروف المالية على قدها، لأن كانت ظروفهم صعبة جدا. ولما يوسف عيد سمع من أبوه الكلمتين دول قال لأ، أنا لازم أشوف حل، أنا صوتي حلو، ما ممكن أطلع مغني، أشوف أي حل أو أشوف حاجة بحيث إن أنا أتشهر أو يبقى معايا فلوس. وفعلا يوسف راح للريجيسير علشان يخليه يعمل أي دور أي دور، والكلام ده كان في 1965. فعلا الريجيسير طلبه في دور علشان يعمله في مسرحية نحلنا نزرع الكوسة، وعمل دور صغير، وفعلا كان كل دور بيعمله كان صغير جدا، حتى الأدوار اللي كان بيعملها في الفيلم كانت بتبقى صغيرة جدا، وكانوا بيحاسبوه في الأفلام باليوم. وبعد كده خد دور في فيلم شقة في وسط البلد، وبدأ يتشاهد والناس تشوفه وتعرفه، خصوصا ان صوته كان جميل قوي قوي قوي. ومن اهم افلامه اللي عملها مع الزعيم عصابة حمادة وتوتو، وكمان فيلم النمر والانثى والتجربة الدنماركية. وكان من اجمل ادواره اللي أداها فتحك الصورة تطلع حلو، لدرجة ان احمد زكي كان قدامه المفروض يلقي مشهد وهو هيرد عليه، لكنه للأسف أحمد زكي سرح معايا وسرح في كلامه ونسى كل حاجة. والمخرج لما قاله ستوب قال له في ايه يا أستاذ أحمد، انت نسيت الكلام؟ قال له لأ، الفنان ده فنان بجد، ياريت المخرجين يكتشفوه لأنه بجد موهبة. لكن للأسف فضل يوسف عيد لآخر يوم في حياته، ورغم أعماله الكتيرة ما كانوش بيحاسبوه إلا على أجره اليوم، رغم ان مساحة ادواره كانت بتبقى كبيرة لكن ما كانوش بيحاسبوه الا باليوم. ومن ادواره الجميلة دوره في فيلم الناظر، وكمان جعلتني مجرمة كان دوره جميل جدا، الحانوتي لو فاكرينه. بصوا الفيلم ده لما بيظهر فيه جابوا بين الحانوتي، لخبط بين الحانوتي وبين الرقاص، بجد كان فيلم تحفة. وبصراحة كل دور كان بيظهر فيه كان بيمتع جمهوره والضحكة ما تفرقهمش، بصراحة ممتع في كل حاجة، في أدائه وفي تمثيله وكمان في غناه، يا خبر أبيض على صوته كان جميل جدا. ومش هننسى دوره في الليمبي 8 جيجا، دور أشرف السكرتير الغلبان اللي بعد ما الليمبي اختنى اتمرع عليه وما كانش راضي يسلفه فلوس، وفعلا صعب علينا جدا في الدور ده وأداه بطريقة حلوة قوي. ومن أجمل المسرحيات اللي عملها شارع محمد علي، اللي هنا خرج عن النص مع وحيد سيف، وحيد سيف قال له انت ما تشهرتش، فالكلمة دي كانت مزعلاه قوي، لكن بسبب دوره هنا اتشهر جدا، وقال هنا مواويل جميلة جدا، ياريت تخشوا وتشوفوا المسرحية وتشوفوا الموال اللي كان قايله، كان جميل جدا جدا. وعمل كمان مسرحية علشان خاطر عيونك، هو بصراحة كل دور كان بيعمله كان مميز جدا. وعمل كمان مسلسلات وعمل حاجات كتيرة جدا، متع فعلا جمهور. واتصاب فناننا بمية بيضة على عينه، وكان ممنوع منه ان هو يشوف الضوء، وعمل عملية والدكتور منعه فعلا ان هو يشتغل او يعرض عينه للضوء، لكن علشان ظروفه الصعبة كان بيضطر يروح ويصور، وده عرض العملية للخطر، وفعلا فشلت العملية وباظت عينيه، وكان بيبكي جدا لانه ما كانش في ايامه الاخيرة بيشوف خالص. كلم النقابة علشان تصرف له معاش، لكن للأسف المعاش كان قليل جدا. وفنانا كان عنده ابن وحيد هو هاني يوسف عيد، وفنانا كان متزوج وعنده ولد وحيد هو هاني يوسف عيد. اليوم اللي كان رايح فيه يتكرم في مهرجان القاهرة السينمائي، للأسف يوم 22 سبتمبر 2014 جات له أزمة قلبية وتوفى في ساعتها. عشان ما تكرمش في حياته ياريتنا نكرمه بعد ما ماته،
ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكلمة حلوة جميلة للفنان لو كان متعكم وضحككم فيه. ترى ايه اكتر فيلم بتحبوه للفنان يوسف عيد؟ انا شخصيا بحب كل افلامه لانه كل ما بيطلع بيضحك. الله يرحمه.